تفقد الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان يرافقه اللواء محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، تفقد مستشفى العريش العام وغرفة الحجر الصحي وتمركز إسعاف معبر رفح البري، وذلك في إطار جولته الميدانية بمدينة العريش في محافظة شمال سيناء، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بدعم الأشقاء الفلسطينيين المصابين وتخفيفا من المعاناة الإنسانية التي يعيشها أهالي قطاع غزة. وتفقد وزير الصحة أقسام الاستقبال والطوارئ والعناية المركزة والأشعة ومعمل التحاليل الطبية، وحرص على التحدث مع المصابين الفلسطينيين الذين يتلقون علاجهم بمستشفى العريش العام. كما اطمأن وزير الصحة على حالات المصابين من الأشقاء الفلسطينيين، وخاصة من خضعوا لتدخلات جراحية دقيقة في مختلف التخصصات. كما تفقد عبد الغفار تجهيزات إحدى سيارات الإسعاف المتمركزة بمعبر رفح البري.